يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء، رفقة عز الدين صالحة. أهلا بكم في حلقة اليوم من الروح الخضراء. في حلقة اليوم غادي نشوف في البداية جهة أكادير للتعرف على تعاونية محلية لتثمين منتجات أرغان، وغادي نتعرفوا على تعاونية أرغان المسكرود لإنتاج الأرغان والمنتجات الطبيعية. وأيضا ضمن هذه الحلقة غادي نتكلموا فقرة فكرة خضراء، وأيضا ضمن هذه الحلقة غادي نتكلموا فقرة فكرة خضراء على الدار البيضاء ومرافق صحية جديدة لتحسين مستوى النظافة العامة. وكذلك ضمن نصيحة الأسبوع غادي نرجعوا لعند ضيفتنا ونتعلموا من خلالها كيفاش ممكن القيام بمشروع محلي تعاونية فلاحية نسائية في المنطقة ديالكم. والبداية غادي تكون مشروع الأسبوع كيف ما ذكرنا لكم مشروع اليوم من جهة أكادير تعاونية الفلاحية أرغان المسكرود لإنتاج أرغان والمنتجات الطبيعية. والحديث حول هذا الموضوع معنا اليوم من أمسكرود فاطمة المحني، رئيسة التعاونية الفلاحية أرغان المسكرود لإنتاج الأرغان والمنتجات الطبيعية. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. فاطمة المحني، مرحبا بك معنا على أصوات. يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك، شكرا. في البداية بغينا نتعرفوا على هذا المشروع البيئي ديالكم، هذا المشروع اللي كيتمكنوا من خلاله عدد من النساء الشغال وأيضا من تثمين المنتجات الفلاحية ديال المنطقة. قدم لنا هذه التعاونية الفلاحية. احنا تعاونية فلاحية نسوية في أكادير، بالضبط في النواحي ديال أكادير، في واحد المنطقة، واحد القرية صغيرة سميتها أمسكروز. جمعنا احنا واحد 43 مرأة وأسسنا واحد تعاونية سميتها أرغان المسكرود لإنتاج وتسويق زيت الأرغان. الحمد لله بهاد في هاد المراحل هاد 7 سنين هادو اللي خدمنا فيهم وصلنا للسوق العالمية، من السوق الداخلية للسوق العالمية، ولينا كنبيعوا المنتجات ديالنا على برا، في الخليج، في أوروبا، في كاع المناطق ديال العالم الحمد لله. قربنا من البداية ديالكم، توقعتوا هاد النجاح كله ولا هاد شي جا خطوة خطوة؟ البداية ديالكم مناش كانت؟ لا، كان عندنا واحد الهدف. شنو هو؟ هو هادوك نساء القرويات يكون عندهم واحد استقلال ذاتي ويكون عندهم واحد دخل قار ويكونوا مرتاحين في الخدمة ديالهم وحتى في الحياة ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا. ومن ذاك الهدف خططنا ولا درنا استراتيجيه ديال السنوات، واخا كانوا اكراه هادو، كان شي حوايج وكاين شي حوايج مشينا على قد الحال. نعم. ما كنقولوا حنا في الاول كانت شويه اكراهات وكانت صعوبات، حيت ما كاينش الفوندور، ما كاينش راس المال، ما كاين غير لو سافوار فير، شنو داكشي اللي كدير ديك المراه، داكشي اللي عندنا صافي. نعم. وداكشي اللي كدير ماشي غير كدير، ولكن باش توصلوا للعالميه صعيب، خصو بزاف الحوايج، خصو لي فورماسيون، خصو تكوينات، خصو هذا. كنعرفوا اليوم ان الارغان يعني ولا مطلوب في العالم، ولات عنده واحد السمعه كبيره وعدد من الناس اللي كيستافدوا كنشوفوا بانهم على برا ماشي في المغرب. يعني انتم كتعاونيه فلاحيه، واش استفدتوا منه من خلال العمل ديالكم اليومي، من خلال البيع ديال الارغان، استطعتوا انكم تكبروا هذيك الماركه المحليه ديالكم في المسكرود؟ هنايا بغيتك تكلمنا على التجربه، كيفاش تسوقتوا المنتوج، كيفاش كبرتوا؟ نعم. ماشي سهل، صعيب باش توصل السوق العالمية، وكاينه منافسة، وكاينه منافسين كبار، والمنافسين اللي كانوا مغاربة وفي البلاد ماشي مشكل، ولكن منافسين على برا. باش توصل العالمية وتبيع على مارك ديالك على برا صعيب بزاف. ولو الناس اللي كنا كنبيعوا لهم هنا ولو دخلوا للمغرب، حيت أرغان مطلوب ومعروف عالميا وعنده منافع كثير على الذات ديال الانسان، ولكن اللي كيعرف قيمته جاوا الناس هذوك اللي كاينين على برا، شركات على برا، ولاو دار شركات في المغرب، ولاو كيفطروا عوض ما ندخلوا حنا العمله الصعبه ولا كنخرجوها. كاين اكرهات بحال هكا،
نعم الشهوج بحال هكا منافسه قويه بزاف، منافسه قويه بزاف. ولكن انا بغيت نرجع للتعاونيه ديالكم، بشحال بديتوها ديال النساء تقريبا؟ شحال كانوا كيشتغلوا في الاول؟ كنا 43 مرة ولينا 93 مرة، كلهم من الناس ديال المنطقة وكيشتغلوا وقدروا يديروا واحد الدخل فردي لهم. أيه الحمد لله. هنا بغيت نتكلم معك على العملية ديال الإنتاج، أيضا أنتم كترعوا فيها يعني هذاك المنتوج المحلي اللي عنده صفة محلية وأيضا واش كيحترم بيئة لا؟ هنا طريقة الإنتاج كيفاش كتشتغلوا؟ أرجان كيحترم ولا كان إحنا كنحترموا البيئة من المرحلة الأولى ديال الإنتاج ديال أرجان تدخل ديالها، حيت أصلاً ما فيش هذا كيش ما كتشيت منه حتى حاجة. كناخدو المادة الأولى اللي هي سميتها أفياش، كان كنقشروها كنهرسوها، ديك القشرة كتمشي كياكلوها البهيم، كنديرو بها العلف البهيم، والقشرة الأخرى كنشعلوا بها العافية ولا كنديروا بها شي حوايج اخرين ديال الكوزميتيك. والزريعة كدير بها زيت أرغان، وداك الطورطو ولا داك التخت ديال زيت أرغان كنديروا به الصابون، كنديروا به الماسك، كنستعملوا حتى هو في العلف ديال البهيم حيت غني بالبروتينات. حتى حاجة ما كتضيع، حتى حاجة، حتى من الأوراق وكلشي ما كتضيع حتى حاجة في أرغان، وما كيضر البيئة في حتى حاجة، بالعكس المناخ ديالنا كيتنقى بشجرة الأرغان. نعم. هي شجرة معروفة عالميا بأنها كتاخذ ثاني أكسيد الكربون أكثر من أي شجرة أخرى. يعني فيها عدد من المنافع للمنطقة والناس والمواد كلها. نعم. رجع ساعدتي عدد من النساء القرويات، مكنتيهم من يعني يحصلوا دخل بسيط. اليوم الدافع ديالك، الحافز ديالك زيادة بهذا التعاون النسوي لإنتاج مادات الأرغان، شنو هو الدافع هذا؟ فين بغيتوا توصلوا؟ فين بغيتوا تقدروا تزيدوا القدام إن شاء الله؟ اللي بغينا نوصلوا إما ذا نوصل ما ليه، هي أن ديك المرأة تكون عندها واحد لا مارك معروفة في السوق وكتبع في أي بلاصة، هادشي اللي بغينا الهدف ديالنا، ويكون واحد الدخل قار لديك المرأة القروية ما تعدبش فيه بزاف، حيت في الخدمة ديالنا كان تعدبو شوية، بغينا تخدم 4 سوايع ديالها ولا 8 سوايع ديالها وتمشي تعطي وقت لوليدتها وتعطي وقت لهذا، ويكون عندها واحد الدخل قار، ويكون عندها التغطيه الصحيه، ويكون كاع داكشي اللي كيناسب الانسان الطبيعي اللي كاين في البيئه ديالو، يكون عندها القدره ولا الاراده باش تحافظ على ديك الشجره باش ما تبقاش في الدنيا. نعم، يعني باش تحافظ على شجرة الأرغان في المنطقة ديالها. شكرا لك فاطمة المحني، نذكر من جديد رئيسة التعاونية الفلاحية أرغان المسكرود لإنتاج الأرغان والمنتجات الطبيعية. شكرا لك لهذه التوضيحات، غنطلب منك تبقى معنا، غادي نرجع لك خلال لحظات من الآن. نصيحة الأسبوع، الروح الخضراء، أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. أما اللحظة فوصلنا لفقرة فكرة خضراء، وفيها اليوم مدينة الضربلة اللي كتشهد برمجة وإنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الساكنة وتحسين شروط العيش بها، ناهيك عن الارتقاء بمستوى الخدمات اللي كتقدمها لقطينها بما يتلائم ومكانتها ككبرى حواضر المملكة. وتم توجيه جزء كبير من المشاريع لتأمين بيئة مستدامة بالمدينة ومواجهة عدد التحديات اللي كتواجهها على هذا المستوى، لا سيما فيما يتصل بتخفيض معدل التلوث والحد من الانبعاثات الغازية وتحسين جودة الهواء اللي كانت نفسه وكتنفسه الساكنة، والنهوض بالمساحات الخضراء إلى جانب الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال السلامة وحفظ الصحة العامة. وضمن هذا الاتجاه بادرت الجامعة الضربدة في سياق تطلعها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية والمتنقلة إلى إحداث مجموعة من المرافق العمومية الصحية الجديدة، مراحيض وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال وإصلاح القادمة منها، وذلك من أجل توفير مرافق غادي تكون في مستوى كيليق بساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة وتطلعاتها. الروح الخضراء، أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. أما اللحظة فوصلنا لفقرة نصيحة الأسبوع، نصيحة الأسبوع دائما مع عند ضيفة حلقة اليوم اللي هي فاطمة المحني، رئيسة تعاونية الفلاحية أرغان المسكرود لإنتاج أرغان والمنتجات الطبيعية. فاطمة المحني رئيسة تعاونية الفلاحية أرغان المسكرود لإنتاج أرغان والمنتجات الطبيعية، مرحبا بك من جديد معنا على أصوات. اللحظة وصلنا لفقرة نصيحة الأسبوع، نصيحة الأسبوع بغينا نواصلها من عندك، شنو النصيحة اللي تقدر تقول عدد
النساء ربما اللي بغاو يديروا بحالكم ويديروا تعاونيه فلاحيه نسويه لانتاج مواد طبيعيه او غيرها في المناطق ديالهم. يعني كتقول دائما العزيمه عزيمه النساء هي قويه في استثمار ماده الارغان والاشتغال عليها، والحافز دائما قوي لهاد النساء للحفاظ على الماده الحيويه في المنطقه ديالهم، وايضا الخدمه والولوج سوق العمل واخا يكون الدخل بسيط. اشنا هي النصيحه ديالك الناس اللي بغاو يديروا بحالكم ويستثمروا في مواد مجاليه ولا محليه بحال اللي درتو نتوما في جهه ديال اكادير؟ النصيحه ديالي هي ان اي واحد غادي يدخل العمل الجمعوي ولا العمل التعاوني خص يكون عنده واحد الاراده قويه، ويكون عنده عزيمه، وغادي داك الشيء اللي بغا غادي يوصل له بالاراده كلشي كنوصل ليه. نعم. واش محتاجين فلوس مثلا؟ محتاجين تكوين؟ محتاجين الناس يساعدوكم تكوين مثلا ملفات وهاد الاشياء هادي؟ هذاك جاهد به العمل، حيت بلا الادارات ولا بلا لي فورماسيون بلا التكوينات بلا هذا ما نوصلوا فين. حيت ملي كتهضر على العالم القروي كتهضر على واحد المراه ما كاين المدرسه تما، كاين على طفله ما قاريش اميه، ما اشنو عندها؟ يعني عندها واحد الصباغ فيه، ولكن كاين العيالات ذكيات وباغيين يوصلوا وخدامين على راسهم، كما كاينين معنا عيالات هنايا واخا كانوا اميات قراو في محول اميه وتعلموا الحساب، ولاو كيعبروا كيحسبوا كيديروا التيك تاج كيعرفوا التيكيت شنو فيها، كيعرفوا شنو هي الترافابيليتي، كيعرفوا شنو هي شنو هو لولو، هذه خصها تعجب وحده، هذه خصها تعجب وحده. داكشي كله ماشي درناه بوحدنا، انا مع الناس اللي معاونين معنا بزاف، الناس تعاونوا معنا الفلاحه، تعاونوا معنا السفاره ديال اليابان، تعاونوا معنا الناس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، تعاونت معنا جمعيه ابن البيطر، تعاونوا معنا بزاف الناس، شي واحد 100 هو الغابات، حتى من البنوك ولاو كيعاونونا بزاف د الحوايج، بزاف د الفرص كيكونوا، ولكن غير شي واحد خصو يكون تكون عنده غير العزيمه. يعني العزيمه كتقول هي الاساس في هاد المشاريع والاراده ديال هاد النساء باش يخرجوا من الوضع اللي هما فيه ويديروا مثلا دخل محلي. الاراده والصبر، حيت ماشي سهل، ولكن شويه صبر كلشي كيوصل. فاطمة المحني، نذكر من جديد رئيسة التعاونية الفلاحية أرغان المسكرود إنتاج أرغان والمنتجات الطبيعية، شكرا لك لهذه التوضيحات. ما يبارك فيك أتيتي محطة. شكرا لك. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من الروح الخضراء، موعدنا كيتجدد الأسبوع المقبل، دائما مشاريع أفكار ونصائح جديدة، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.